بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم أجمعين. وعود قرآنية، وعود ذهبية، والوعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف أصل إلى وعد الله سبحانه وتعالى الذي استغرق الماضي والحاضر؟ لا خوف ونحن نخاف من الأشياء المستقبلية والآنية، ولا هم يحزنون نحزن على الأشياء المستقبلية والماضية. فما هذا العمل الذي نحصد فيه الوعد الذهبي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا بد من العمل. لا مكان للأمنيات في الشريعة الإسلامية، لا مكان للتمني. رجل جالس ويتأمل ويتمنى، لا، يجب أن يكون لك عمل لتصل إلى ما تريد. العمل العمل. لهذا نجد دائما القرآن يدمج: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واو، عاطفة تعطف دائما المسائل الإيمانية بالمسائل العملية. الآن ما هو عملك لكي تحصد الفرصة الذهبية؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل تذهب إلى عرصات يوم القيامة وانت مكيف، نسألك: يا بليش فرحان؟ يقول: مؤاني من جماعة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بس انت ليش سويت؟ قال: ايه، مؤاني طبقت فرصة من هذه الفرص القرآنية الذهبية. اليوم فرصتنا مع: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ الآية شقد جميلة. كانت تتكلم قبل هذه الآية التي سقناها تتكلم عن اليهود والنصارى. قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يسمعونه: يا مسلم أنت ما تدخل الجنة، ليش؟ مو الجنة بس لليهود، والنصارى يقولون الجنة بس للنصارى. لاحظ جواب القرآن: تلك أمانيهم، يعني عوفهم، كل من يتحدث خليه يتكلم. أماني ولا أماني بدون عمل، بدون إخلاص، بدون إسلام الوجه، بدون الإحسان، هواء في شبك، هواء في شبك، لا يحصد شيء. لهذا تعالوا نتأمل في الآية حتى نصل إلى الوعد: وإن الله منجز وعده، وإن الله منجز وعده. هذا شطر من العقيدة في جوهرة التوحيد: إن الله منجز وعده. الآن ما هو العمل؟ بلى من أسلم وجهه لله. أسلم وجهه يعني ما معنى إسلام الوجه؟ يعني أن تنصرف بكليتك، بجوارحك، بمشاعرك كلها، توجهها للباري عز وجل. سؤال: لكن الآية تقول من أسلم وجهه، يعني بس الوجه؟ نعم، والقرآن مليء بالإعجاز البياني، وهذا هو المجاز، يذكر الوجه ويريد كل الجسم، لأن الوجه أشرف شيء بالإنسان، الرأس والوجه، وفيه التشخصات اللي وضعها الباري عز وجل حتى يتميز بعضنا من بعض لشرفه. الآن من أسلم هذا الوجه بكلية الإنسان، المن يسلمه؟ يسلمه للباري عز وجل. افعل ولا تفعل، نعم يا سيدي يا أيها الباري عز وجل، أسمع وأطيع بذل وشوق ومحبة لك. بلى من أسلم وجهه، المن أسلم وجهه؟ لله. يعني أنا مو أطيع عبد الله وأنسى الباري عز وجل. على قولتنا أطيع عبد الله وتنسى الله؟ أنت بالعكس أسلم وجهك لله،
البقية كلها بسيطة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هاي هنا الواو يسموها باللغة العربية واو الحالية، يعني حال كونه محسن وقد أسلم وجهه لله. اسمع الجائزة، هذا أجر عند ربه. الله، يعني أجري مو عند الرئيس فلاني أو أبو المجلس البلدي الفلاني أو القائم مقام، لأن ذولا تعبنا من وعودهم. لا 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 لا، هذا الوعد يم رب العالمين، أجرك يم رب العالمين، وهو أصدق وأصدق القائلين. شنو وهو محسن؟ هاي واو الحالية، حال كونه محسن. يا بي احفظها من عندي، الإحسان يعني التمام في كل شيء، يعني لا تأدي عمل ناقص. تريد تتوضأ تذكر، قل أنا صاحب الفرصة الذهبية، الوعد الذهبي، أريد وضوئي مو عمل وضوء، أريد الإحسان في الوضوء. يلا، من أسبغ وضوءه. تريد تصلي، أريد التمام والإحسان بالصلاة، يعني التمام. تريد تشتغل، أنت خلفه أسطى عمالة تشتغل بناء شبابيك، يا سيدي أين الإحسان؟ تعالوا ادخل البيوت وشوف أصحاب الصنعات إيش قد مقصرين. ضيعت فرصة الإحسان، ضيعت فرصة أن يكون أجرك عند ربك، ضيعت فرصة وعد ذهبي. أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الباري عز وجل لنا جميعا أن نغتنم هذه الفرصة، ويا ليت في رمضان، ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.